بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتشرف باستقبال السيدة جابرييلا بارون رئيس الاتحاد البرلماني الدولي في الكويت ضمن جولة إقليمية خليجية زارت فيها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة قطر والأردن وفلسطين ومجموعة من الدول. وحقيقة يعني تشرفنا معها بلقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد اللي كانت ترغب بلقاء هذه الشخصية الإنسانية الفذة بناء على السمعة العالمية التي يحظى بها حضرة صاحب السمو وتحظى بها الكويت. أود أن أؤكد بأن الأخت رئيس الاتحاد البرلماني الدولي تعمل بتنسيق كامل مع الشعب البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي والعديد من القضايا سواء الكويتية أو العربية أو الإسلامية اللي حققنا فيها نجاح في الاتحاد البرلماني الدولي، كان لها دور كبير في دعمنا ومساعدتنا ومساندتنا، ولذلك نحن نرحب بها أجمل ترحيب في بين أصدقائها في الكويت، ونشكرها على كل ما قدمته ونشكرها على ثبات مواقفها من القضايا العربية والإسلامية الثابتة التي وعدت هي قبل الانتخابات بموقف صلب وواضح من هذه القضايا، وبعد الانتخابات عندما تتبدل المواقف في بعض الأحيان ظلت ثابتة على هذه المواقف، فنشكرها كل الشكر لذلك ونرحب بها في الكويت، ونتمنى إن شاء الله الاجتماع القادم في جنيف في اللجنة التحضيرية يكون ناجح، وأيضا الاجتماع الاتحاد البرلماني الدولي مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الرئيسي القادم الذي سيعقد في الدوحة في 6 أبريل نتمنى أن يكون أيضا ناجح بمشاركة كل الدول الأعضاء إن شاء الله.